ازاي اعود القط بتاعي على الليتر بوكس؟ هو مبدئيا كده انت لازم تكون مركز ومتابع القط بتاعك كويس جدا. فانت اول ما تلاقيه بيحاول يحفر في الارض فاعرف ان هو كده عايز يخرج الفضلات بتاعته، فانت بقى هتشيله وتحطه في الليتر بوكس وهتمسك ايده وتبدأ تحفر في الرمل. وساعتها القط لاما هيسمع كلامك ويعمل في الليتر بوكس، لاما هيعاند معاك وينط ويحاول يهرب منك. فانت بقى لو لقيته ما بيسمعش كلامك وبيحاول يهرب او بينط بره الليتر بوكس، هتشيله وتحطه في الليتر بوكس وتكرر العملية دي مرة واتنين وتلاتة لحد لما يسمع الكلام ويعرف ان الليتر بوكس ده مكان الفضلات بتاعته. طيب حد تاني بقى يجي يقولي، طب انا يا فرح لو ما شفتش القط بتاعي وهو بيحفر في الارض وبالصدفة كده وانا رايح اشرب اكل اعمل اي حاجة لقيته عامل بره الليتر بوكس، ساعتها اتصرف ازاي؟ خلينا اقولك، انت لما تلاقيه عامل بره الليتر بوكس هتشيله وتروح تشممه الفضلات بتاعته وتزعله، وممكن تضربه بالراحة على ايده، بس مش جامد، ها، بالراحة علشان ما يتوجعش. وهتشيل قدامه الفضلات بتاعته بالجروف وتروح تحطها في الليتر بوكس، وهتشيل القط بتاعك وتحطه في الليتر بوكس وتبدأ تمسك ايده وتخليه يحفر في الرملة. وبرضه ممكن يسمع كلامك وممكن يعاند ويحاول يهرب من الليتر بوكس، وساعتها انت برضو هتكرر العملية مرة واتنين وتلاتة لحد لما هو يفهم ان ده مكان الفضلات بتاعته وان هو يخرج فضلاته فيها. وبس كده خلصنا، كان معاك فرح سمير من قناتنا مع لك. ما تنسوش اللايك لو عجبكم الفيديو وتشتركوا في القناة عشان تستفادوا اكتر، وباي باي.